تقريبا خمس سنوات بديتها، ولا خمس سنين او ست سنين بديت هذه الحرفه هذه، وانا باقي فيها. الدافع الاول اللي عندي هو انه حرف الوالدين والجوزه، لقيت الاب ديالي في هذه الحرفه، والاب ديالي لقى الوالد ديالو كذلك هو في هذه الحرفه. وراثيه ما يزيد على 700 سنه وحنا وارثين هذه الحرفه هذه. الوالد ديالي عنده 129 سنه قضاها كلها في الحرفه، 129 سنه ديال بوس العمر ديالها كلها قضاها في هذه الحرفه هذه. ولقى جدو عنده 136 سنه كلهم دوز العمر ديالهم في هذه الحرفه هذه. وكان علمها الاولاد، ودي كيساليهم الدراسه ديالهم ثلاث شهور كنجيبهم يتعلموها. عندي دابا الدري عنده 15 سنه راه كيحاول يتعلم، قريب يتعلم. عندي دري اخر عنده 19 سنه راه قريب هو يتعلم، وكيزاولوا نفس هذا المهناني كيشدوا العطله كيجيو ليها. يعني مهنه شريفه ونظيفه، ومهنه ديال الاولياء ديال الانبياء صالحه. معلوم هذا الطين، هذا الطين عنده واحد الاسم اخر باللغه الامازيغيه اسميتو الوزو، باللغه الامازيغيه اسميتو الو بالنسبه لنبي الله لوط عليه السلام، لانه هو مخترع افخر. انا كتعجبني ماشي غير كتعجبني، الدم ديالي كتحبها يعني قاطع النظر داخله ليا في الدم ديالي. وكنعلمها لولادي كما قلت. لا ما عنديش على نفسي، انا انت الله يسهل عليا حتى الموسيقى كتحبها الصراحه هي اللي كتبغي. كيديني منها من عاد العيا، حتى كان عيا عاد كنطلقني منها. العيا هو اللي كيطلقني منها، وما انا ما كون هو يعني بقات خدام ونخدم، وكنت يعني روبو ولا هاني نخدم فيها ليل ونهار ما تعينيش. يعني العقل ديالي هو حرفتي، هذا هو ماشي كنخدم يعني مفروض عليا ولا جزء مني ولا كنكرهها ولا لا، بالعكس كل ما كنزيد نخدم فيها وكل ما كنزيد نتشبث بها وكنحبها. ماشي غير يدير هكا يمر عليها مر الكرام كما كيقولوا، خصو يعطيها الراس ويعطيها العقل. وقد ما عطاها العقل قيمه، اي قد ما كيعطيها قيمه قد ما كتعطيه قيمه. ويحاول يتهلا في الطبع الاصيل، الطبع الاصيل هو الاتقان، هو المرء. وقد ما كينتج الانسان بزاف قد ما كيفرط في الاتقان. الا بغى يتقن يقلل، الا بغى يخدم داك الشيء غير هكا كما كيقولوا الكلام ديال السوق خبز عبيله بدا غير يزعل وينزل راه غادي كثر. في الاصل ان الحاجه واحده اللي خص يعني الصانع اللي كنأكد عليه انا وهو ما يفرقش في الطابع ديال البلاد، الطابع الاصيل كما كيقول الناس الرجوع الى الاصل. الاصل